مستفيداتنا العزيزات، مستفيدين الأعزاء، مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مصوغة أعتز بدستور ومؤسسة وطني ضمن مكون التهيئ للتعلم مدى الحياة من برنامجكم محو الأمية بواسطة التلفاز والأنترنت. في نهاية الحلقة الماضية خططنا لمشروعنا التربوي المتعلق بدرس أتعرف مؤسسة وطني. إذن شكون منكم يذكرني باسم المشروع اللي خططنا له ونشوف الإجابة مع خديجة. تفضلي خديجة. نعم أستاذة، اسم المشروع اللي كنشتغلوا عليه هو مؤسساتنا الوطنية. جيد، تبارك الله عليك خديجة. اسم المشروع اللي كنشتغلوا عليه بالفعل هو مطبوع تعليمي حول مؤسساتنا الوطنية. إذن المشروع ديالنا قسمناه لثلاثة ديال المحاور، وكل ورشة أو كل ثنائي منكم تكلف باش يخدم أو باش يشتغل على واحد المحور من هاد المحاور. إذا الآن غادي نشوف مع الثنائيات يذكرونا بالمحاور اللي اشتغلوا عليها أو بالموضوع اللي اشتغلوا عليه، ونبدأ مع فاطمة. تفضلي. نعم أستاذة، أنا وخديجة في الورشة الأولى اشتغلنا على مؤسسة الحكومة. نعم. والورشة الثانية اللي فيها المستفيدين أمينة ولطيفة. نعم. الموضوع اللي تشتغلوا عليه هو مؤسسة البرلمان. جيد. والورشة الثالثة اللي فيها المستفيدين عبد الحق وخالد، المحور اللي تشتغلوا عليه هو مؤسسة القضاء. تبارك الله عليك فاطمة، ذكرتينا بمحاور الاشتغال ديال الثنائيات بثلاثة. الآن غادي نشوفوا مع خديجة، ذكرنا بالأسئلة اللي انطلقتوا منها في البحث ديالكم. نعم، الأسئلة اللي انطلقنا منها في البحث هي كيف يعين رئيس الحكومة وما هي بعض الاختصاصات المجلس الحكومي. جيد، تبارك الله عليك. ومحور ديالكم هو هذا اللي ظهر معنا على الشاشة. تفضلي قراي على الشاشة خديجة. مؤسسة الحكومة، كيف يعين رئيس الحكومة؟ ما هي بعض اختصاصات المجلس الحكومي؟ جيد، تبارك الله عليكم. والآن تفضلوا قدموا لنا العمل ديالكم، شنو جبتوا في هذا المحور اللي اشتغلتوا عليه. تفضلوا، نبداو مع فاطمة. نعم أستاذة، جبنا شعار ديال المملكة المغربية وبجانبها رئيس الحكومة. إذا مزيان فاطمة، مزيان اللي بديتوا البحث ديالكم بصورة، لأن كيف اتفقنا في الحلقة الماضية غادي نقدموا المشروع ديالنا على شكل مطبوع تعليمي أو ملصق، والصورة كتزيد من جاذبية ديال المطبوع ومن جماليته. تبارك الله عليكم. وهذه الصورة اللي قدمت لنا فاطمة. جيد، إذا تفضلوا عرضوا علينا باقي الموضوعات أو باقي البحوث اللي جبتوا. تفضلوا. نعم أستاذ، بحثنا ولقينا من الفصل 47 من الدستور الجواب. نعم. الأول. نعم، جواب على السؤال الأول اللي عندكم في المحور. تبارك الله عليك. إذن هاد الفصل غادي نعرضوه على الشاشة. تفضلي قراي على الشاشة خديجة. يعين الملك رئيس الحكومة. حاولي تعودي. يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر الانتخابات أعضاء مجلس النواب. نعم. وعلى أساس نتائجها. خديجة كيلمد وعلى أساس. وعلى أساس نتائجها. نعم. ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها. جيد، تبارك الله عليك خديجة. إذن هذا الفصل 47 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، كيف قالت خديجة، لقوه بأنه هو جواب على السؤال الأول اللي كان عندهم في البحث، اللي كان هو كيف يعين رئيس الحكومة. وغادي نطلب من فاطمة تفضل وتشرح لنا والزملاء ديالها شنو فهمت من هذا الفصل، علاش اختاروا هذا الفصل بالضبط. تفضلي. نعم أستاذة، الفصل تيقول أن جلالة الملك هو اللي تعين رئيس الحكومة من الحزب اللي جاب الأغلبية في الانتخابات. جاي. ورئيس الحكومة هو اللي تعين الحكومة على جلالة الملك باش يعينهم. صحيح فاطمة. وكيعرض رئيس الحكومة بعد تعيين أمير المؤمنين جلالة الملك الله ينصروا لأعضائها البرنامج اللي كيعتاز من تطبيقه أمام مجلس البرلمان، باش كيتناقش أمامهم هذا البرنامج وكيتم التصويت عليه بمجلس النواب. وكتنصب الحكومة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب مين كيصوتوا عليه بالأغلبية لصالح هذا البرنامج الحكومي. وهذه المعلومات وردت في الفصل 88 من الدستور اللي غادي تفضل اقرأ لنا خالد. تفضل خالد. نعم أستاذ، تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة
المجلس النوابي المعبر عنها بالتصويت للأغلبية بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لصالح البرنامج الحكومي. جيد، وهذا الفصل 88 من الدستور. تبارك الله عليكم، لأن غادي نشوفوا دائما مع الورشة الأولى. تفضلوا كملوا لنا البحث ديالهم، تفضلوا شنو جبتوا آخر. نعم أستاذة، كان مطلوب منا كذلك نبحثوا على بعض الاختصاصات المجلس الحكومي. نعم، وبحثنا عليها وسجلناها في هذه البطاقة. جيد، تبارك الله عليكم. غادي نعرضوا هاد بعض الاختصاصات اللي جبتوا. تفضلوا تقراوها لنا. اذا نشوفوا مع خديجه، تفضلي. نعم، بعض اختصاصات المجلس الحكومي: التداول في السياسات العامه للدوله. خديجه، في السياسه العامه للدوله قبل عرضها على المجلس الوزاري. نعم، السياسة العمومية، السياسة القطاعية. يعني هنايا عندنا مدود السياسات العمومية، السياسات القطاعية، القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام. جيد، إذن هذه بعض اختصاصات المجلس الحكومي واللي منصوص عليها في الفصل 92 من الدستور المغربي. تبارك الله عليكم. ممكن تشرحي لنا خديجة شنو فهمتوا من هاد البطاقة، شنو فهمتوا منها؟ تفضلي. مجلس الحكومي كيناقش السياسة العامة ديال الدولة. جيد خديجة، وهي السياسة العامة ديال الدولة هي برنامج كتسعى الدولة لتطبيقه والتزام الجميع به. تبارك الله عليكم. والمجلس الحكومي كيتداول كذلك في السياسات العمومية كيف ما ورد قدامنا، وهي الإجراءات والقرارات ديال الإدارة العمومية في جميع المجالات. وشو كنقصدوا بالسياسات القطاعية اللي عندنا في السطر الثالث؟ نشوفوا مع فاطمة. نعم أستاذة، هي السياسات ديال القطاعات مختلفة، بحال ديال قطاع التعليم وقطاع الصحة وغيرها. جيد، تبارك الله عليك فاطمة، تبارك الله عليكم. إذن القطاعات أو السياسات القطاعية هي سياسات مرتبطة بقطاعات حكومية مختلفة حسب الاختصاص، كيف ما قالت فاطمة، قطاع السياحة، قطاع مثلا التعليم، الصحة إلى غير ذلك. تبارك الله عليكم. إذن محتويات البحث ديالكم كانت مهمة ومفيدة، وعرضتوها علينا وناقشتوها معنا وكنتم موفقين. نمروا الآن الورشة الثانية، وغادي نطلب منهم يذكرونا بالمحور اللي اشتغلوا عليه. تفضلي أمينة. نعم أستاذة، البحث ديالنا كان حول مؤسسات البرنامج. نعم، الأسئلة اللي توجهت لنا في البحث ديالنا: ما الفرق بين الغرفتين؟ كم عدد أعضاء كل منهما؟ وكيف يتم التصويت عليهم؟ إذن الأسئلة اللي وجهتكم في البحث هي هذه اللي غادي تظهر على الشاشة. إذن كيف ما قالت أمينة، ما الفرق بين غرفتي البرلمان؟ وكم عدد أعضاء كل منهما؟ وكيف يتم التصويت عليهم؟ جيد، تبارك الله عليكم. إذن عرضوا علينا المحتويات ديال البحث ديالكم، شنو لقيتوا في البحث؟ تفضلوا. بداو مع لطيفة، تفضلي لطيفة. نعم أستاذة، جبنا جوج صور. نعم، الأولى كتعبر على البرلمان والثانية كتعبر على التصويت، وجبنا هاد الصور. جيد، تبارك الله عليكم. إذن الصور اللي بحثتوا عليها هي اللي غادي نبينوا الآن على الشاشة. إذن الصورة الأولى على يمين الشاشة هي صورة للبرلمان المغربي أو بناية البرلمان، ثم الصورة الثانية تعبر عن عملية التصويت. جيد، تبارك الله عليكم. تفضلوا كملوا باقي العرض البحث ديالكم، شنو جبتوا آخر؟ وجبنا هاد البطاقة. جيد، نقرا لكم المضمون ديالها. تقرا علينا المضمون. جيد، اذا بينوه اوضح على الشاشه وتفضلي قراي لنا. تفضلي. يمثل البرلمان المغربي السلطه التشريعيه ويتكون من مجلسين: مجلس النواب ويضم 395 عضوا ينتخبون عن طريق الاقتراع المباشر لولاية مدتها 5 سنوات. مجلس المستشارين ويضم بين
90 نعم ما بين ويضم ما بين 90 و120 عضوا ينتخبون عن طريق الاقتراع غير المباشر من طرف ممثلي الجماعات المحلية والمنتخبين في الغرف المهنية وممثلي المأجورين لولاية مدتها 6 سنوات. جيد، تبارك الله عليك لطيفة. إذا كل مجلس من المجلسين كيعقد جلسات عمومية ومحاضرها كتنشر في الجريدة الرسمية، كتعقد كذلك جلسات سرية بطلب من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضاء المجلس. إذن بعد ما بحثتوا في هذا الموضوع وجبتوا لنا هذه البطاقة، بغيتكم توضحوا لنا والزملاء ديالكم وكذلك المشاهدات والمشاهدين اللي كيستافدوا معنا من البرنامج، شنو الفرق بين غرفتي البرلمان من خلال هذه المعلومات اللي جبتوا واللي قريتوا، شنو الفرق ما بين الأعضاء ديال غرفتي البرلمان؟ تفضلي لطيفة. مجلس النواب كيضم 395 عضوا كينتخبوا بطريقة مباشرة. جيد. الولاية مدتها 5 سنوات. والمجلس المستشارين كينضم ما بين 90 و120 عضوا كينتخبوا لمدة 6 سنوات. جيد، تبارك الله عليكم. إذا قدرتوا تميزوا الفرق ما بين أعضاء مجلسي البرلمان، تبارك الله عليكم. الآن غادي نسأل أمينة توضح لنا والمشاهدين الكرام شنو فهمت من الاقتراع المباشر. تفضلي أمينة. نعم أستاذة، الاقتراع المباشر اللي كيكون فيه حق التصويت لكل مواطن. جيد، تبارك الله عليك. تيكون فيه حق التصويت والترشح لجميع المواطنين حسب الشروط اللي كيحددها القانون، تبارك الله عليكم. أما الاقتراع الغير مباشر فما كيصوتش فيه الجميع، ولكن كيكونوا الناخبين هما اللي كيختاروا الممثلين عنهم اللي كيتولاو اختيار النواب في البرلمان. جيد، تبارك الله عليكم. إذا الآن غادي ننتقلوا للشق الثالث في الموضوع ديالنا اللي هو الورشة الثالثة اللي خدم عليها واشتغل عليها كل من خالد وعبد الحق، وغادي نسأل عبد الحق شنو هو موضوع المحور ديالهم اللي اشتغلوا عليه. تفضل. نعم أستاذ، احنا اشتغلنا على مؤسسات قضائية. مؤسسات القضاء. بحثنا في درجة التقاضي. جيد، تبارك الله عليك. ثم أعلى هيئة قضائية، إذا بحثوا في درجة التقاضي وأعلى هيئة قضائية في المغرب. إذا تفضلوا قولوا لنا شنو هما المواضيع اللي جبتوا أو البحوث اللي لقيتوا في المحور ديالكم، خلاصة البحث عرضوها علينا وعلى الزملاء باش نناقشوها معكم. تفضل عبد الحق. نعم أستاذة، جبنا هاد الصورة اللي كتعبر على مؤسسة قضاء بالمغرب. جيد، ممكن تعرض علينا الصورة عبد الحق؟ الصورة. جيد، والشاشة. إذا هي صورة تترمز للعدالة، كيف كيتضح ميزان كيرمز للعدالة، ثم مطرقة القاضي، وعندنا كذلك علم ميزان المملكة المغربية. جيد، تبارك الله عليكم. الآن غادي نشوف باقي محتويات البحث ديالكم، نشوف مع خالد شنو جبتوا آخر. نعم أستاذة، درجة التقاضي في المغرب وجبتها في هذه البطاقة. جيد، إذا نعرضوا البطاقة. نعم. اللي جاب خالد لدرجات التقاضي، تفضل. ممكن تقرأ لنا المحتوى ديال البطاقة؟ التقاضي على درجتين، يقوم النظام القضائي في المغرب على درجتين، بحيث ترفع الدعوة في بداية أمام محكمة الدرجة الأولى وهي محكمة الابتدائية، ويمكن رفع القضية بعد ذلك أمام محكمة الدرجة الثانية وهي محكمة الاستئناف. جيد، تبارك الله عليك. إذن هذه هي درجات التقاضي في المغرب. كاين المحكمة الابتدائية كتعرض كيف ما قال خالد القضية في البداية على المحكمة الابتدائية، ويمكن عرض القضية بعد ذلك على محكمة النقد. إذن محكمة النقد واش هي؟ ماشي درجة ثالثة من درجات التقاضي، إذن علاش ما درجتوهاش في درجات التقاضي؟ إذن واش لقيتوا هذه المعلومة أثناء البحث؟ نعم أستاذة، محكمة النقد ماشي درجة من درجات التقاضي. الدور ديالها هي كتحكم واش الحكم ديالها صحيح ولا لا، واش الحكم وهي أعلى هيئة
قضائية في المغرب. جيد جيد، تبارك الله عليك، أحسنتم. فعلا محكمة النقد هي ماشي درجة ثالثة من درجات التقاضي، هي كترقب سلامة تطبيق القانون في القضايا اللي كتعرض عليها، وكتشرف على جميع المحاكم بالمملكة. تبارك الله عليكم. إذا الآن ممكن عبد الحق تواصل تقديم المنتوجات أو البحث اللي جبتو، تفضل. أنا أستاذة، كان المطلوب منا نتحدثوا لبعض المبادئ القضاء بالمغرب. جيد، بعض المبادئ اللي يقوم عليها القضاء المغربي، شنو جبتوا لنا بهذا الخصوص؟ جبتوا لنا شي معلومات على مبادئ القضاء؟ نعم أستاذة، وجبت هذه البطاقة. تفضل قرأ لنا مضمون البطاقة اللي عرضتي علينا، قرأ لنا المضمون على الشاشة، تفضل. نعم أستاذة، على نية جلساتي يسمح للمواطنين بحضور جلسات الحكم في محاكم، لكن في حالة كانت نعم لعنانية تؤدي إلى مساس بالنظام العام للجلسة يمكن للقاضي أن يقر سرياتها. جيد، إذن هذا مبدأ آخر من مبادئ التقاضي اللي كيقوم عليها القضاء في المغرب، بالإضافة للمبادئ اللي سبق وتعرفنا عليها في الدرس. إذن كاين من مبادئ القضاء المغربي مبدأ التقاضي على درجتين اللي تفضل قراه لنا خالد، ثم على نية الجلسات اللي تفضل وقدمها لنا عبد الحق. جاي تبارك الله عليكم، كلكم بحثتوا واجتهدتوا وجبتوا لنا منتوجات اللي فتونا بها، وفتوا بعضكم وفتوا كذلك المشاهدات والمشاهدين اللي كيتابعوا معنا البرنامج. جاي تبارك الله عليكم. إذا اتفقنا على أننا نجزوا البحث ديالنا ونقدموا على شكل ملصق أو مطبوع تعليمي، إذا غادي إن شاء الله ننظموا ونصنفوا المنتوجات اللي جبتوا والعرض ديالكم على شكل ان شاء الله ملصق، اللي غادي نقدمه بحول الله هذا العمل في الحلة ديالو النهائية في الحلقة المقبلة. جيد تبارك الله عليكم. والآن نطلب من خالد يعود لنا قراءة على نية الجلسات المبدأ الثاني، تفضل. نعم أستاذة، على نية الجلسات يسمح للمواطنين بالحضور إلى الجلسة. خالد، بحضور جلسات الحكم في المحاكم، لكن في حالة كانت العلنية تؤدي إلى المساس بالنظام العام للجلسة يمكن للقاضي أن يقر سرياتها. جيد تبارك الله عليك. والآن غادي نطلب من فاطمة تعاود تقرا لنا المبدأين معا، تفضلي. بدي بقراءة العنوان فاطمة. من مبادئ القضاء المغربي التقاضي على درجتين. يقوم النظام القضائي في المغرب على درجتين، بحيث ترفع الشكوى الدعوى إلى في البداية ترفع الدعوى في البداية أمام محكمة الدرجة الأولى، وهي محكمة الابتدائية، ويمكن رفع القضية بعد ذلك أمام محكمة الدرجة الثانية، وهي محكمة الاستئناف. على نية الجلسات يسمح للمواطنين بحضور الجلسات الحكم في المحاكم، لكن سمحي لي نصح لك، بحضور جلسات الحكم في المحاكم، لكن في حالة كانت العلانية تؤدي إلى المس بالنظام العام إلى المساس
بالنظام العام للجلسات حاولي بالنظام العام ل بالنظام العام للجلسة يمكن للقاضي أن يقر سريتها. يمكن للقاضي عادي. يمكن للقاضي أن يقر جلستها. يقر. يقر سريتها. سريتها. جيد أن يقر سريتها. جيد تبارك الله عليكم. وباش نغنيو الموضوع أكثر غادي نتابعوا جميع واحد الروبورتاج حول السلطة القضائية. إذا فلنتابع جميعا. السلطة القضائية هي السلطة المختصة في النظر والفصل في النزاعات بين الأفراد والجماعات والمؤسسات. ترتكز على عدة مبادئ، منها استقلالية القضاء، أي أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى يتمكن القضاة من إصدار الأحكام بشكل مستقل وموضوعي. وحدة القضاء، أي وجود نظام قضائي واحد بالمغرب يخضع له الجميع سواء المواطنين المغاربة أو الأجانب دون تمييز بينهم. مجانية القضاء، بحيث أن القضاة لا يتلقون مرتباتهم ومستحقاتهم من المتقاضين وإنما الدولة هي التي تقوم بذلك. القضاء الفردي والجماعي، والقضاء الفردي حين يحكم قاض واحد منفرد في القضية، والقضاء الجماعي حين يفصل في القضية ثلاثة قضاة. مبدأ التقاضي على درجتين، بحيث ترفع الدعوة في البداية أمام محكمة الدرجة الأولى وهي المحكمة الابتدائية، ويمكن رفع القضية بعد ذلك أمام محكمة الدرجة الثانية وهي محكمة الاستئناف. السلطة القضائية دعامة أساسية من دعائم الدولة تسهر على إحقاق الحق وسيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما تسهر على ضمان حماية حقوق المواطنين. جيد، الآن غادي نمر عليكم باش تنظموا وتلصقوا المنتوجات اللي جبتوا في الأوراق اللي قدامكم إن شاء الله باش نجزوها ونقدموها في بداية الحلقة المقبلة على شكل مطبوع تعليمي كيف ما اتفقنا أن نقدموا إن شاء الله هذا المشروع في شكل مطبوع. إذا تفضلوا، إذا بدأوا تلصقوا البطاقات والصور على الورق. تفضلوا حاولوا تنظموها بشكل جيد بالطريقة اللي غادي تلصقوا بها إن شاء الله نعرضوها على المطبوع. جمعوا المنتوجات ديال الورشات الثلاث في مطبوع أو ملصق اللي غادي نشوفه إن شاء الله بداية الحلقة المقبلة. جيد، مزيان، تحاولوا تديروا الصور بشكل جيد باش تبان الجاذبية والجمالية ديال المطبوع. جيد تبارك الله عليكم، واصلوا. إذا نشوفوا الورشة الثانية، زون كذلك حاولوا تنظموا المنتوج ديالكم. جيد تبارك الله عليكم، بديتوا لصقتوا الصورتين، الآن لصقوا الفقرة. جيد تبارك الله عليكم، الورشة الثالثة. جيد مزيان، جيد تبارك الله عليكم. جيد فاطمة، أحسنتم. جيد، إذا تبارك الله عليكم، إذا كنتوا مجدين ومجتهدين وبحثتوا وعرضتوا علينا البحوث وناقشتوها معنا، استفدنا جميعا من المضامين ديالها. كنتمنى كذلك أن المشاهدات والمشاهدين اللي كيتابعونا كونوا كذلك استفدوا من مضمون البحث ومن المشروع ديالنا حول مؤسساتنا الوطنية. إذن بهكذا إخواني أخواتي نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم أقرأ وأتعلم، مكون التهيؤ للتعلم مدى الحياة. إذن كنطلب منكم أنكم تعاودوا تشاهدوا الحلقة
على قناة السادسة أو على أحد الرابطين الإلكترونيين اللي غادي يظهروا على الشاشة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.